شتي اخوتي؟ انا افتحها قدامكم. الله اعلم اخوتي ياك ما فيها شي جن. الا فيها شي جن والله طلع انا يقول لك شنو بغيت نقول الحاجه اللي بغيت. 10 المليون ديال ابوني 10 المليون ديال ابوني غادي نشوفوا شنو كاين الا فيها شي جن ولا شي حاجه. السلام عليكم اصدقائي، فيديو جديد ونهار جديد. اليوم اخوتي كنتواجدوا في واد ملعشير في مدينه بولميم. كما كتشوفوا اليوم اخوتي الحد، ها نبارطاجو معكم الواد. شوف ها الواد دابا نقص كما اكتشفتوا البارح، واليوم شكل باش نكونوا واقعيين. بغيتو تكتشفوا على هذا الواد كل شيء ونبارطاجو معكم هذا الواد اللي عليكم، وتبعوا الفيديو من البدايه ثانية. ما تنساو اخوتي الا كان اول مره كتشاهد القناه ديالي ضغطوا على زر الاشتراك والجرس واللايك باش الدعم ديالكم باش نستمروا ديما في الجديد. وساعدونا اخوتي باش نوصل القناه ديالي 100,000 مشترك. واللي بغى يكتشف الويدان الشتاء اي حاجه اشترك وفعل الجرس باش يوصلك الجديد ديالي دقائق الاولين. دابا اخوتي غادي نخليكم تكتشفوا الواد اليوم الحد، الواد نقص، الواد جاب واحد السرعة بسيطة، وغادي نكتشفوا لكم بالطريقة ديالي ونصوروا لكم بعض السينيماتيك هنا. كما كتشوفوا معنا اخوتي مباشرة من الواد مول العشير في مدينة قلمين اليوم الحد. كما كتشوفوا معنا اخوتي مباشرة من الواد مول العشير اليوم الحد. كما كتشوفوا المساحه ديالو هنا كامل، هاد البلاصه البارح كان فيه، البارح السبت كان في هاد البلاصه، ولكن دابا داز هادشي اللي بقى فيه. ها دابا غدا غنلقاو الا ما كانت الشتاء غنلقاو صافي نقص كاع بزاف. كما كتشوفوا ها شوف اخوتي السرعه ديالو ولات بسيطه، البارح كان واعر بزاف، شوف اليوم شوف اخوتي شوف شوف. صراحة اش غادي نقول لكم، دابا هاد الماء ضروري يدوز كامل. إلا شاب الله جات الشتاء غادي يعاود هاد الواد يحمل من جديد. السلام عليكم. وعندي إحساس أخوتي الشتاء غادي ترجع، يقدر الشتاء تكون اليوم ولا غدا، عندي إحساس حيت الجو كما كتشوفوا الجو ديال السماء في السماء واعر، كاين الضبابة كاين داكشي ديال 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 الشتاء باش نكونوا واضحين. وثاني حاجه الجو ديال الشتاء مع الخبره ديالي مع التجربه ديالي خصوصا في الشتاء الفيضان عندي احساس، حيت دابا ملي غادي تكون الشتاء كيجي الريح من هنا كونوا الجو عامل لي باش تعرف الخبره ديال الشتاء. ملي كتشش الريح عفوا الريح من هذه البلاصه راه الجو ديال الشتاء، ملي كيجي الريح هذه الجهه الشرقيه كما كيقولوا ما كتكونش الشتاء، مستحيل تكون الشتاء. ولكن ملي كتكون هذه الريح ديال هذا المكان اذا الشتاء غادي تكون 100% باش نكونوا واقعيين. هذه هي الصراحه، هذه هي الخبره باش كنعرف واش تكون الشتاء ولا ما غاديش تكون. غير كنشوف انا الجو نقول لك تكون الشتاء ولا ما غاديش تكون، الا كانت غادي تكون الشتاء نقول لك الشتاء جايه، ما غاديش تكون الشتاء نقول لك ما غاديش تكون. السلام عليكم. كنعرف حيت عندي تجربه وعشت داكشي، عشت كيفاش كتكون، اكتشفت الاجواء ديال الشتاء، كيفاش كتجي الشتاء، كيفاش شكون اللي كيحرم الشتاء ما تجيش هو هذا الريح. دابا هذا الريح ملي كيكون هذا الريح ديال الشرق كيحرمها ما كيخليش الشتاء تجي. كما قلت لكم الريح ديال هاد المنطقه حدا الشاطئ الابيض كيجي من الشاطئ الابيض من البحر تما راه كتكون الشتاء 100%. هذه الخبره ديالو التجربه ديالي خاص هادشي اللي كان نشتغل وخصوصا على حسب الفيضان والشتاء. بعد الناس يقولوا كيفاش عرفتي، عشت داكشي، عرفت عشت الشتاء امتى كتكون، عشت ضد ديال الشتاء، عشت داكشي كامل. تماما شي بحال شي حد جالس في المنزل ديالو الدار ديالو يقول لك اسيدي الشتاء مشات محال تكون الشتاء، مزاروري لي عدي ربا مزار كتلقى هكا كيقول لك هو ما عنده كاع الخبره، محال ديرو مزار محال. كتلقى
وملي كيقول لكم وحال وهي كتجي الشتا تماما. يا سلام يا سلام على الجو، على الطبيعه ديال هاد الويدان. واش شي اخوتي زوين وحق الله اش غادي نقول لكم صراحه باش نكونوا واضحين. وتغير بزاف ديال الحوايج ملي كانت الشتا، تغير بزاف ديال الحوايج بحال الا مشيتي للحمام وخرجتي قبل وبعد. والله تبدل بزاف بزاف، حتى حدا قلميم هنا لنا واحد ديال قلميم الاجواء زوينه، الارض تبدلات ولاو الناس فرحانين بزاف. وعندي واحد الفيديو ديال الروحاري يقدر تكونوا متفرجتوا فيه ولا باقي ما تفرجتوا فيه، ما عرفتي متى غادي نلوحو. طوال الابتسامه عند الروحال، ابتسامه عند البهايم، ابتسامه بزاف. كاين تغيير بزاف هاد الشتا، تغيرات بزاف ديال الحوايج خاص في الساكنه، في الروحال، الفلاحين. حيت الفلاحين هذا هو الحلم ديالهم الشتا. ملي كتكون الشتا راه الخير موجود، ما كاينش الشتا كيعانيو. السلام عليكم. كما كتشوفوا اخوتي واد ام العشير، اليوم حد، هذا هو السرعه ديالو خفيفه. دابا راه عادي واخا كاع جاب الله دوز هنا غادي ترغن وغادي يدوز، ما يدير لك والو. دابا مابقاش غايدير لك حتى حاجه. البارح ما يمسك لك، البارح ما يعقلش عليك. شوف اخوتي المهم اخوتي استمروا معنا في الفيديو، غادي نطلع لكم للقنطره، نمشي للقنطره تما ديك المكان كاين فيه الواد حتى هو، غادي نكتشف لكم تما الطريقه ديال الواد تما حدا القنطره تما، راه حتى هو زوين نكتشفوه حتى هو واعر بزاف. حيت بعض الناس ما اكتشفوش، ما كيوصلوش ديك القنطره، حاولت علاش لا انا نبارطاجي باش يكتشفوا يتفرجوا فيه. اللي ما تفرج حدا القنطره غادي يحاول يتفرج في الضليانه تماما. كما كتشوفوا السماء، كما قلت لكم السماء ديال الشتاء، ملي كتلقى السماء بحال هكا وكاين هذا الريح كيجي من الشاطئ الابيض، اذا الجو ديال الشتاء. شكون الريح اللي كيمنع الشتاء؟ هو الشرق. كما كنقول لكم بعض الناس كيقولوا لي الشرق كيجي من هذا الاتجاه اللي قلت لكم قبيله. السما كما كتشوفوا السما ديال الشتاء. شوفوا اخوتي سبحان الله، مستمرين في الواد ديال ام العشير. كما كتشوفوا المساحه ديالو، المساحه اللي ضرفها هي حيت ما نقدرش نستغل لكم فيديو حيت يدي بزاف ديال الوقت، كنقصر لكم الوقت. وجينا على المكان اللي زوين في الواد كما كتشوفوا، دابا حدا القنطره هنا، وهي القنطره كبيره غنكتشفوها حتى هي. الواد المساحه ديالو من تما حتى لهنا، حتى لهنا راه واد ديال بصح. هذا راه باش نكونوا واضحين اخوتي، هذا راه الواد ديال بصح. راه شتي هذا ملي كيكون حامل وحق الله تتهرب، وتهرب ملي كيجيب بصح كيقول لهم حيدوا لي الطريق، حيدوا لي الطريق الله يرحم لكم الوالدين، والله ما نرحم حتى واحد حتى نديه نغرقوا بالله. هادشي اللي يعرف راه خطيره اخوتي. راه تسول الناس القدام تقول لهم على الواد، يفسروا لك كامل على الواد، يقول لك الواد راه خطر. هذاك تقول له الواد يقول لك هكا كيقول لي، كيقول لك خطير. باش نكونوا واضحين، شوفوا غير الطريقه ديالو، شوفوا المساحه ديالو، شوفوا كي دايرها، كله حجر سبحان الله، كله حجر. شوف الطريقه ديالو، شوف. السلام عليكم، باش نكونوا واضحين. راه واد اخوتها ماشي ساهل، باش نكونوا واضحين الواد صعيب. بعض الناس دابا يكتشفوا هذا الواد يقول لك واخا قد هكاك راه طويل اخوتي في العرض.
صاحبتي شوفوا شوفوا المساحه ديالو، شوفوا كبيره، شوفوا الكونترا. يا سلام على احساس الماء كيدوز ورا وسط الواد. اسمعوا اخوتي اسمعوا، يا سلام واحد الصوت جميل، صوت ديال الواد جميل. يا سلام، اوه تبارك الله تبارك الله. انا اخوتي كنستمتع، انا كنستمتع دابا مع الاجواء ديال الواد، وكنكتشف لكم ومبارطاجي لكم تماما. اوبلا اوبلا اوبلا، او 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 كيما كتشوفوا معنا اخوتي. من بعد هذا الفيديو اخوتي نحط لكم واحد الفيديو غادي نطلع لفوق، كما كتشوفوا واحد المساحه هنا خارج مدينه قلمي، ما نكتشف لكم واحد الواد تما شكال. بعد هذا الفيديو نقدر نحط لكم داك ديال الواد تماما. انا طالع مع الواد كنفلوغي، كندير الفلوغ ديالي بطريقتي. او لا 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 لا، خليوني خليوني خليوني. والله العظيم كنت غادي نزلق اخوتي، والله الا كنت غادي نزلق. بعد الناس راه كيجيو اخوتي عند الواد. شوف اخوتي قرعه اشنو فيها، شوف جابها الواد الله اعلم، ما عرفناش اشنو فيها. يقدر الماء. شتي اخوتي غنفتحها قدامكم، الله اعلم اخوتي ياك ما فيها شي جن. الا فيها شي جن والله طلع هنا يقول لك اشنو بغيت، نقول الحاجه اللي بغيت. 10 المليون ديال ابوني، 10 المليون ديال ابوني، غادي نشوفوا شنو كاين الا فيها شي جن ولا شي حاجه. شوف اخوتي يقدر ما فيها شي حاجه ولا. الا قال لي شنو بغيت نقول له 10 المليون. واحد جوج ثلاثه، واو ما كاينش مع الاسف. مع الاسف اخوتي فيها الماء، الغدير الماء اللي فيها مع الاسف. شتي اخوتي فيها الغدير، كنضحك معكم ما عارف واش ما غاديش يكون فيها. ربما غادي شي بلاصه حليتي شي حاجه مجهوله، شي بارتي مجهوله مسدد فيها شي حاجه، ملي كتحل كيطلع لك هذاك الجن كيقول لك شنو باغي. انا نقول لي 10 المليون ديال ابوني صافي. السلام عليكم، 10 المليون ديال ابوني يا الله سافر الى امريكا. غادي نسكن في امريكا في نيويورك. والملايين ديال الدورات غادي ندخلوا. ان شاء الله.